سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم. ما زلنا اليوم مستمرين في عمل هذه المفرشة المميزة، وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله نبدأ اليوم بالدور 13. نرتفع بسلسلة غرزة حشو في نفس هذه الغرزة الأولى، ثم نرتفع بسلسلتين، وهذه كلها نعتبرها عمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة في 10 غرز متتالية، 1 و10. ومع السلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 11 غرزة. والآن هذه المرة سنرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ بين المجموعات، ننتقل مباشرة إلى المجموعة التالية وسنشتغل عمود بلفة في 11 غرزة متتالية، ثم نعود ونرتفع بثلاثة سلاسل. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بثلاثة سلاسل ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور 14. هنا سنبدأ بالتناقص، سنترك أول عمود مباشرة إلى العمود الثاني وغرزة حشو، ثم نرتفع بسلسلتين، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة في 9 غرز متتالية، 1 و9. ومع السلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 10 أعمدة. والآن سنرتفع بسلسلتين مباشرة إلى الفراغ التالي مكون من 3 سلاسل وعمود بلفة واحدة، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ، وسننتقل إلى المجموعة التالية وبنفس الطريقة، سنترك دائما أول غرزة مباشرة، سنشتغل في الغرزة التي تليها عمود بلفة في 10 غرز متتالية، 1 و10. ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة إلى الفراغ التالي مكون من 3 سلاسل وعمود بلفة واحدة، نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ، ننتقل إلى المجموعة التالية، نترك أول عمود وعمود بلفة في 10 غرز متتالية، نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلق في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور 15. سنبدأ بنفس الطريقة التي بدأنا فيها الدور السابق، مباشرة سننتقل إلى الغرزة التالية وغرزة حشو، هكذا تركنا عمود من بداية هذه المجموعة، ثم نرتفع بسلسلتين وهذه كلها عمود بلفة، ثم سنشتغل عمود بلفة في 8 غرز متتالية، 1 و8. ومع السلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 9 أعمدة. والآن نرتفع بسلسلتين كفراغ مباشرة، سننتقل إلى العمود الفردي ونشتغل فيه 3 أعمدة بلفة، 1 و3، بهذا الشكل، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين ومباشرة إلى المجموعة التالية، وسنكرر دائما سنترك أول عمود ونشتغل عمود بلفة في 9 غرز متتالية، 1 و9. ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ، ننتقل مباشرة إلى العمود بلفة الفردي ونشتغل فيه 3 أعمدة بلفة، 1 و3. نرتفع بسلسلتين وإلى المجموعة التالية، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين كفراغ ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور 16 بنفس الطريقة التي بدأنا فيها الدور السابق، مباشرة سننتقل إلى الغرزة التالية بحشو، ثم نرتفع بسلسلتين وهذه كلها عمود بلفة، ثم عمود بلفة في 7 غرز متتالية، 1 و7. ومع أول سلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة 8 أعمدة. والآن سنرتفع بسلسلتين كفراغ
مباشرة إلى الجزئية التالية. هنا سنشتغل العمود بلفة في أول غرزة، أما في الغرزة الوسطى الثانية سنشتغل فيها ثلاثة عمدة بلفة، واحد وثلاثة، ثم في آخر عمود سنشتغل فيه عمود واحد فقط. بهذا الشكل أصبح لدينا في هذه المجموعة خمسة أعمدة متتالية. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ، واحد اثنان، وإلى المجموعة التي تليها، وسنكرر دائما سنترك أول عمود وعمود بلفة في ثمانية غرز متتالية، واحد وثمانية، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ إلى هذه الجزئية، سنشتغل عمود بلفة في أول غرزة، أما في الغرزة الثانية الوسطى سنشتغل فيها ثلاثة أعمدة بلفة، واحد وثلاثة، ثم عمود بلفة واحدة في آخر غرزة. هكذا أصبح لدينا خمس غرز في هذه الجزئية. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين وإلى المجموعة التي تليها، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور السابع عشر، نبدأ بنفس الطريقة مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة حشو، نرتفع بسلسلتين كعمود بلفة، ثم سنشتغل عمود بلفة في ست غرز متتالية، واحد وستة، ومع السلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا في المجموعة الواحدة سبعة أعمدة. والآن نرتفع بسلسلتين كفراغ، نأتي إلى هذه الجزئية هنا، في أول غرزة سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة فقط، ثم سنشتغل غرزة تزايد في ثلاث غرز متتالية، في كل غرزة سنشتغل فيها عمودين بلفة، واحد واثنان. هذه غرزة التزايد الأولى، في الغرزة التي تليها غرزة تزايد، واحد واثنان، في الغرزة الثالثة أيضا غرزة تزايد، واحد واثنان، وفي آخر غرزة سنشتغل فيها عمود بلفة واحد فقط. هكذا أصبح لدينا ثمانية أعمدة في هذه الجزئية. ثم سنعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التي تليها، وسنكرر دائما سنترك أول غرزة وعمود بلفة في سبع غرز متتالية، واحد وسبعة، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ، وهنا سنكرر نفس الطريقة السابقة، عمود بلفة واحدة في الغرزة الأولى، ثم غرزة تزايد في ثلاث غرز متتالية، وبعد التكرار أصبح لدينا ثلاث غرز تزايد متتالية، ثم عمود بلفة في آخر غرزة. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التي تليها، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور الثامن عشر بنفس الطريقة، ننتقل مباشرة إلى الغرزة التي تليها وغرزة حشو، نرتفع بسلسلتين وهذه كلها عمود بلفة، ثم سنشتغل عمود بلفة في خمس غرز متتالية، واحد وخمسة، ومع السلسلة من بداية هذا الدور سيكون لدينا ستة أعمدة. والآن سنأتي إلى هذه الجزئية، نرتفع أولا بسلسلتين كفراغ، ثم سنشتغل عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية فقط، واحد وثلاثة، ثم غرزة تزايد في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، هذه غرزة التزايد الأولى، ثم غرزة التزايد في الغرزة التي تليها، واحد واثنان، غرزة التزايد، ثم عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية، واحد وثلاثة، وهكذا سيكون لدينا في هذه الجزئية الموجودة بين البتلات سيكون فيها عشرة أعمدة متتالية. والآن سنعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ
والبتل التي تليها، وبنفس الطريقة سنكرر. نترك أول غرزة وعمود بلفة في 6 غرز متتالية، 1 و6، ثم سننتقل إلى هذه الجزئية الموجودة بين بتلتين. نرتفع أول بسلسلتين، ثم بنفس الطريقة التي فعلناها هنا سنشتغل عمود بلفة في 3 غرز متتالية، ثم سنشتغل غرزتا تزايد، ثم 3 أعمدة بلفة متتالية، وسيكون لدينا في المجموعة الواحدة 10 أعمدة. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة، والآن سنبدأ بالدور 19 بنفس الطريقة مباشرة إلى الغرزة التي تليها وحشو. نرتفع بسلسلتين، وهذه كلها عمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة في 4 غرز متتالية، 1 و4، وهكذا سيكون لدينا في البتلة في هذا الدور 5 أعمدة متتالية. والآن سنأتي إلى هذه الجزئية الموجودة بين بتلتين. نرتفع أولا بسلسلتين كفراغ، ثم عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، 1 و2، ثم غرزة تزايد، 1 و2. والآن سنكرر نفس هذه المجموعة مرتين، عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، 1 و2، ثم غرزة تزايد، 1 ثانية، عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، 1 و2، ثم غرزة تزايد، 1 وفي آخر غرزة سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة فقط. بهذه الطريقة يكون اشتغلنا في هذه المجموعة 3 غرز تزايد، وسيكون لدينا 13 غرزة أو عمود متتالي. ثم نعود ونكرر، نرتفع بسلسلتين كفراغ، وإلى البتلة دائما سنترك أول غرزة وعمود بلفة في 5 غرز متتالية، 1 و5، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى الجزئية الموجودة بين البتلات، وسنكرر نفس الطريقة التي اشتغلناها هنا. سنشتغل فيها 3 غرز تزايد، وسيكون لدينا 13 عمود متتالي. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور 20 مباشرة إلى الغرزة التي تليها وحشو. نرتفع بسلسلتين، وهذه كلها عمود بلفة، ثم عمود بلفة في 3 غرز متتالية، 1 و3، ومع السلسلة سيكون لدينا عند البتلة 4 أعمدة. والآن سنأتي إلى هذه الجزئية الموجودة بين البتلات. نرتفع أول بسلسلتين، ثم عمود بلفة في 3 غرز متتالية، 1 و3، ثم غرزة تزايد، 1 و2، ثم عمود بلفة في 5 غرز متتالية، 1 و5، ثم غرزة تزايد في الغرزة التي تليها، 1 و2، ثم عمود بلفة في آخر 3 غرز متتالية، 1 و3. هكذا يكون اشتغلنا فقط غرزتا تزايد في هذا الدور، وسيكون لدينا في هذه المجموعة 15 عمودا. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ، وإلى البتلة دائما نترك أول عمود وعمود بلفة في 4 غرز متتالية، 1 و4، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ، وإلى الجزئية الموجودة بين البتلات سنكرر فيها نفس هذه الخطوات السابقة. سنشتغل فيها فقط غرزتا تزايد. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقف بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق،
والآن سنبدأ بالدور 21. نبدأ أيضا بنفس الطريقة مباشرة غرزة حشو في الغرزة التي تليها، نرتفع بسلسلتين وهذه كلها عمود بلفة، ثم عمود بلفة في آخر غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ. والآن سنأتي إلى هذه الجزئية الموجودة بين البتلات، هذه المرة سنشتغل ثلاث غرز تزايد فيها. أولا عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية، واحد اثنان وثلاثة، ثم غرزة تزايد. والآن سنكرر نفس هذه المجموعة ثلاث مرات، عمود بلفة في ثلاث غرز متتالية، واحد وثلاثة، ثم غرزة تزايد. ثلاث أعمدة بلفة متتالية، واحد وثلاثة، ثم غرزة تزايد. وفي آخر ثلاث غرز سنشتغل فيها عمود بلفة واحدة، واحد وثلاثة. هكذا أصبح لدينا 18 غرزة متتالية. ثم نعود ونرتفع بسلسلتين وإلى البتلة، دائما نترك أول غرزة وعمود بلفة في ثلاث غرز متتالية، واحد اثنان وثلاثة، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وإلى المجموعة التالية الموجودة بين البتلات. سنكرر نفس الطريقة، سنشتغل فيها ثلاثة أعمدة منفردة تزايد، ثلاثة أعمدة منفردة تزايد، ثلاثة أعمدة منفردة تزايد، وآخر ثلاث غرز ثلاثة أعمدة منفردة، وسيكون فيها 18 غرزة. سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة. والآن سنبدأ بالدور 22 مباشرة، غرزة حشو في الغرزة التي تليها، ثم نرتفع بسلسلة واحدة فقط، وهذه تعتبر عمود بلفة غير مكتمل، ثم عمود بلفة غير مكتمل في الغرزة التي تليها. هكذا أصبح لدينا حلقتين على الإبرة نخرج من جميعها غرزة تناقص، ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ. ولا سنأتي إلى هذه المجموعة الموجودة بين البتلات، هنا سنشتغل عمود بلفة في 18 غرزة متتالية. واحد وثمانية عشر بهذا الشكل، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ، واحد واثنان، وإلى البتلة نترك أول غرزة ثم غرزة تزايد في آخر غرزتين، عمود بلفة غير مكتمل في الغرزة الثانية، عمود بلفة غير مكتمل في الغرزة الثالثة. ثلاث حلقات على الإبرة نخرج من جميعها غرزة تناقص، ثم نعود ونرتفع بسلسلتين كفراغ، ثم عمود بلفة في 18 غرزة، وعند رأس البتلة سنشتغل فيها فقط غرزة تناقص. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بسلسلتين ونقفل بمنزلقة في أول غرزة تناقص بدأنا منها هذا الدور.